ما مدى وجاهة أن يبدي البنك الدولي يعني استعداده لدعم العراق في توجهاته للتكامل الاقتصادي مع دول الإقليم مع بعض يعني المؤشرات على البنك الدولي وصندوق النقد الدولي؟ طبعا العراق مشخص على أنه ريعي الدخل بامتياز مقارنة بأي دولة أخرى محيطة به، وبالتالي الجميع يبدأ من تشخيص حالة أولى أن العراق لا يمكن بالاعتماد على الفكر الإداري الداخلي الذي لديه أن يخرج من دوامة الإدارة المركزية أو الفكر المركزي أو الشمولي، يحتاج إلى أن يخلق توأمة مع دول الجوار لكي تحرك فيه بعض المفاصل المناظرة، بمعنى أن هناك إذا كان هناك مستثمر في القطاع الزراعي أو الصناعي أو السياحي في دولة أخرى، لعله يستطيع أن يستنهض بالمقابل نظير له في الداخل العراقي. هذه آخر الوسائل لطالما أن الحكومة العراقية من الداخل لا تنجح. إذن عملية تطوير الواقع العراقي تساعده كثيرا عملية الانفتاح على الخارج، تساعده عملية التنوع في مصادر الدخل للدول على خلق تنوع واستنهاض تنوع لقطاعات أخرى خاملة في الداخل العراقي. هذا هو توجهات البنك الدولي. الجميع قلق من الوضع العراقي، الجميع يعلم أن إذا ما انتكست أسعار النفط وهي ليست ببعيدة في غضون 5 إلى 10 سنوات قد يتعرض النفط فعلا إذا انتكاسة مستمرة في أسعاره، ماذا يفعل دولة مثل العراق؟ هل ستتحول إلى دولة يعني قلقة اقتصاديا، قلقة اجتماعيا، قلقة أمنيا للأمن واستقرار المنطقة؟ كل هذا العالم يتحسب له جراء الوضع الاقتصادي العراقي الحالي.